فير بلاي موعد الرياضة على إكسبريس إف إم. رجعنا من جديد في فير بلاي متواصلين حتى المطلثة ونص. كان فان برنامج كواليس الملاعب على قناة الجنوبية بدأ يحدث ضجة في القناة هذه. برنامج يقدمه الزميل الإعلامي رمزي جربين، تفاجئنا منذ مدة تقريبا مش طويلة برشا بإيقاف البرنامج هذا. هات ناخذ أكثر تفاصيل على أسباب الإيقاف، التفاصيل والكواليس من عند مقدم البرنامج زميل الإعلامي رمزي جبيري. رمزي أهلا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين متاع إذاعة إكسبريس إف إم. أهلا وسهلا به. لو كان تعطينا الأسباب علاش تم إيقاف البرنامج سي رمزي. والله الحقيقة من الأسباب واضحة وجلية. السيد وديع الجديد رئيس الجامعة تدخل، حط قوته وحط معناها علاقاته وكلم معناها العياشي العجرودي وفي نطاق اللوبيات، سمحني على استعمال الكلمة هذه، وقف البرنامج دون خطأ مهني دون سابق إعلام. قف البرنامج لأنه معناها قال الحقيقة، والبرنامج ما نجموش يتدخلوا فيه وما نجموش معناها يملوا فيه التوصيات اللي ما فيني معناها يقدموا فيه. باه باش نفهم الساعة، هذم معلومات وإلا تخمينات منك أنت؟ لا هذه الحقيقة، يعني أنا المسألة ولت عند القضاء، أنا رفعت قضية مش تخمينات، لأنه واجب التحفظ وأنا على ما معدتك أنت يعطيتك المعلومات هذم، يعني أنا القضية هزيتها للقضاء باش القضاء هو اللي يكون الحاسم في المسائل هذه، التدخلات المتاع اللي في مراكز القوى وفي مراكز النفوذ واللي يغيروا الحقائق، هكا القضاء يتكفل بكشفهم. اما مش تخمينات، هذه الحقيقه. شنو هي القضيه بالضبط؟ ما فماش حتى سبب يا سي اسلام، ما فماش حتى سبب معناها لاعدام البرنامج. والاغرب البرنامج معناها نحوني انا منه وعاودوه بنفس معناها لافيش انا شريتها بنفس الكونسيبسيون، وجابوا معناها مقدم برنامج من الشاب سفيان بالعايبه، ما هو من الشاب. يعني معناها الواضح والمتاكد وانه هذه تدخل في اطار معناها الصفقات، وهو على مسؤوليتي الكلام هذا راهو نقول وانا. الاعلام كان انت قدمت ماده باهيه معناها ينحيوا لك البرنامج، تقدم ماده نتاع برا وراح اعلام المجاري واعلام الار. ما فهمتكش شنو حبيت تقول بجابوا واحد من الشابه، ما فهمتش، حني فهم النقطة هذه. ودع الجريه جابوا السيد. اش معناها؟ اش معناها؟ ما فهمتش. نعرفوا العلاقة نورمالمون ماهيش ولا بد بين الشاب ورئيس الجامعة ولا؟ اسأل توفيق المكشر. توفيق المكشر أنا تكلمت أنا وياه وسألته نفس السؤال، لأنه السيد هذاك معناها سفيان بالعايبة كان هو الناطق الرسمي، ونتفكر انا في الاحد الرياضي. لا كان جاري نحاني من الاحد الرياضي، راه ما تنساش مع رزق الكنزوعي في فتره زمنيه 5 حلقات عملت مع رزق الكنزوعي، وخرجت من الجنوبيه كنت كرونيكور فيها، وخرجت غادرت مشيت للاحد الرياضي نحاني، ما خلهم انا نحكم الماده اللي تاع الفرجه انا نوفر لكم فيها، يعني رمزي الجباري غادي ما يلزمني. مش كلام هذا، كأنك تحكي شويه بالالغاز، اذا ما عاودتناش بهذا. باه يقول القائد معناها بالالغاز لحظه انا عندي قضيه رفعتها للقضاء. شنو هي القضيه؟ باهي واجب التحفظ، ما يخلينيش نعطي التفاصيل الكل. انا قلت لك سبب تنحيتي من الاحد الرياضي وديع الجري، هكا سهله. في علاقه معناها تحالف ما يسمى الجهوي اللي يحب عليه وديع الجري، اللي هما الزوز اولاد الجنوب، نحاني من الاحد الرياضي وقال له نطلع لك الملعب الجاد، والجورني الاولى شكون ظفر للملعب الجاد، هكا روج دي قزقز من عمنا والمن ماتش الترجي والمتلوي في المتلوي، تحب هكا نحكي لك؟ انا عندي الاستعداد باش نحكي لك ادق التفاصيل. هذا كلام فيه معناها اثباتات، فيه حاجه والا كيف؟ طبعا انا نعرف وديع الجري، اكثر واحد يعرف وديع الجري، مش اثباتات. انا الاثبات، وانا قلت لك، انا قلت نهار اللي كشفت الملف نتاع الفساد نتاع 22 قضيه الكتاب نتاع السي جي اف، قلت انا عيط لي التحقيق وانا مستعد، تعيط لي وكاله الجمهوريه وانا مستعد، انا عندي الاثباتات انه فساد الكره التونسيه موجود 22 قضيه ودليل. هكا تحب حتى نعطيك الاخبار؟ معناها امين المال الجمعه اللي فاتت وانا عيطت له فرقه امنيه مختصه
ما مش كلام هذا الكلام ما يحبوهش، هذا الكلام ما يحبوهش، معناه يحبوا كرة بامبي تروح على السلامة بالسلامة. القضية اللي رفعتها شنو هي بالضبط؟ في شنو القضية؟ شنو التيتل نتاعها؟ أربع قضايا رفعتهم، رفعت قضية في معناها طرد التعسفي، قضية في معناها تشويه السمعة والصورة، لأنه أنت كي نحيك يكون البرنامج بعد تسع حلقات تسع ناجحين، ويجي نحيك قدام الرأي العام متهم أنت ولا لا؟ معناه وكأنك أنت عملت خطأ مهني، ياخذيت فلوس، ياخذيت رشوة، يا عملت خطأ، معناه تبيت واحد، يا عندك قضية في المحكمة، يا عندك حاجة من الأشياء هذوم، هذوم كلها ما فهمناش، يعني وهني قلت لك، وتحب حتى نعطيك أكثر، أنا كي عيط لي العياشي العزرودي، خلي نحب أدق التفاصيل على الجامعة في البرنامج. نحب السيد هذاك يكلمني ويعني في وديع الجري هكا كلمه هكا يعني هكا هكا قال اتفاق بيناتكم، تشكروني معناها الاداره تشكرني اللي انا معناها مشيت حقاني وكشفت في ملفات الفساد وكشفت معناها اهم ورق وثيقه في ملف هلال الشابه ووديع الجري اللي اعطاه معناها الوثيقه نتاع الترجمه العضو السابق في رابطة المحترفين اللي هو أنور الزيري وهذاك مترجم غير محلف. هذوما المسائل اللي ما يعجبوش وديع الجري. وديع الجري أنا حكيت عليه كيفاش هز حاتم اللي كان من تاليكيب ناسيونال اللي معاه هزوا للنمسا يعلق على الماتش كروني كور، شكون دفع الفاتورة هذم بخلاف حاتم المساوي المالي اللي حكيت عليه أنا من الجاب التقرير متاع السيجيات، هذم الأسباب اللي نحوني أنا، وأنا الحمد لله اللي ما يعرفوش يمكن بعض الناس اللي انا رئيس تحرير كامل في جريدة الشعب، عندي 33 سنة وعندي مؤسسة خاصة متاعي والحمد لله، يعني هما علاش يضربوا الصحفيين؟ لانهم مش يجوعوهم. وانا كي تواجدت كان الهدف متاعي باش نكشف بكل مهنية وبكل مصداقية وبكل صدقية الاساليب والالاعيب اللي تصير في الملاعب التونسية، هذا كان دورنا، ما كانش عندنا هدف آخر. والأساتذة الأجلاء شكون هما؟ رمزي السمراني، سي تومي بن فرحات، سي عبد الكريم بوشوشة، وكان ضيف واحد يجي، علاش؟ لأني أنا نعرف وديع الجري حد يدخل لي في البرنامج، وديع الجري نعرف كيفاش يتصرف مع البرامج الأخرى، كل مرة يزرف حاجة، وذاك علاش أنا حطيت ثلاثة قارين ونجيب واحد، على واحد ما ينجمش يلعبني. ولكن هو العبلي مع العياشي العزرودي، والعياشي العزرودي نعطيك سر، العياشي العزرودي اتصل بيه توثيق المكسر خلوا البرنامج حقق في حلقة من الحلقات اللي هي رقم خمسة، الحلقة رقم خمسة حقق نسبة مشاهدة فقط المليون و400 مليون و400 متفرج. شخلوا قالوا والله ما في بالي اللي هو يا سي إسلام العياشي العزرودي يقول مصرع مصح في قرار إيقاف البرنامج شيء دوخرة. القضية رفعتها بالقناة معناها مش بوديع الجري طبعا بمولى القناة رأسا بالعياشي العزرودي رأسا، خاطر الاخرين المديرين ما عندي فيهم حتى شيء، وانا كنت مدير رئيس التحرير، انا كنت مشرف على الاخبار تتعدى كل يوم، انا عملت مع الصحفيين 100 اجتماع، 150 فيتير، عندي برنامج اخر اسمه 30 دقيقة نقدمه كيف ونسيب نقول لك سي اسلام. انا كي عيطت لي قلت له الرياضه ما نحبهاش، انا لا نقدم لا رياضه، خاطر وديع الجري عاملها امبراطوريه، الكره تتكلم ينحي لك البرنامج، تتكلم يصنع لك ازمه انت ها ونعطيك انا زيد حاجه اخرى، حكايه كلها الصدريات ولا يبدلوا ولا البطاقات يا اخي هما شنو هذوك؟ ما مش اللي يدخل للتيران للصاد هما تحت ما منا رسم هما. والدليل محمود البارودي شكون شافه اللي هو تخلى المقصوره نتاع حمد المد بالاسبوع اللي فات؟ اللي هما زوز معناه منسقين عامين من رابطه، وليد بن محمد وعلي القروي، والزوز هذوما الفون بارتي من المكتب التنفيذي نتاع الرابطه، ما عندهمش الحق يراقبوا ولا ينسقوا، لانه مبدا تفريق السلطات عن بعضهم البعض، ما تنجمش تكون حكم وخصم طرد وقت. هذه الكوره وديع الجري يعرف رمزي الشباري، انا متكون معناها نعرف القوانين ونعرف له وين يقفل الزرقول ودنيا، ما يساعدوش هنا
فهمتني؟ وهو نعطيك زيد حاجه اخرى، انت ما سالتني ودي الجريحه بيشري ذمتي في اكثر من مره وقلت له ليه؟ هذا يا سي رمزي كلام خطير، ماذا بيا انا مسؤول على كلامي. كان عندك كان عندك مؤيدات. انت خذيتني وانا وافقت. عندك مؤيدات؟ اي عندك مؤيدات سي رمزي. انا المؤيد يا ولدي، هو اخي، هو مع علي بن صالح، هو اتصل برمزي شبيري يرحمه الايد يرحم الزيك. انا قلت لك انا على مسؤوليتي الكلام واضح بالطبيعه. اذاعه اكسبريس افهم ما عندها حتى مسؤوليه. كل ما قيل في البرنامج هذا على لسان رمزي شبيري، رمزي شبيري هو المسؤول عليه. هذا اللي نحب نوضحه. الكلام الكل بالطبيعه على مسؤوليتك انت، تتحمل مسؤوليته. اي حد تجبد اسمه زياده في البرنامج مرحبا به، عنده حق رد، سواء توفيق المكشر، سواء وديع الجري، سواء سفيان بالعايبه، سواء عايش العجرودي، الكل اللي سميتهم عندهم حق رد. نخليك كنت عندك اضافه سي رمزي. الاضافه عند القضاء، انا ما الناس هذوما معناها خدمت معاهم بصدق وبحب بطلب منهم، لاني انا صحافه تونسيه ولا الاعلام المرئي ما عنديش فيه، ما عادش عندي فيه الثقه، لان وديع الجري حاط عليه يده. انا طلبتني اعطيتك اضافات رغم اللي انا هديت الملف للقضاء. القضاء وانا نؤمن بدور المؤسسات. بارك الله فيك وبارك الله في الناس اللي يسكنوا فينا. مرحبا ويرحم والديك. شكرا. مرحبا، يعطيك الصحه. شكرا ليك الاعلامي رمزي الجبيري، الاعلامي المقدم السابق لبرنامج كويس الملاعب في على قناه الجنوبيه، كان فسر اسباب ايقاف البرنامج نتاعو والاستغناء على خدماته. بالطبيعه الكلام اللي قاله الكل رمزي جبيري، يتحمل مسؤوليته رمزي جبيري على ذمته هو واي حد كما قلت عنده حق رد اللي تجبد اسمه بخصوص الموضوع هذا. هات نستغل الفرصه قبل فلاش بورس نعطيكم، نذكركم بنتائج مقابلات الجوله 12 للبطوله، مقابله وحيده في النهايه نتاعها حاليا، او مقابله انتهيت بين جي اس كا والسي اس اس، 4 بلاش للسي اس اس، اهداف احمد عمار، ايمن الحرزي من بينالتي، كينغسلي ايدو والليبي محمد سولا. نهايه الاشواط الاولى في بقيه الملاعب، استاد منهزمه قدام اتحاد تطاوين 2-1، دوبلي سيلا الاتحاد وهدف بلال ايت مالك الملعب التونسي، مستقبل الجيش منهزم قدام سليمان 1-1، هدف محمد علي بن حمود، الاولمبي البيجي متقدم على الكلوب 1-1، هدف جاك بيسون، ليتوال متقدم على اتحاد بنقردان 1-1، هدف ايوب عياد، واتحاد بنقردان كان ضيع بينالتي في المقابله هذه. نص ساعه لعب في مقابله لويس مو المتلاوي، التعادل السلبي دون اهداف، وحاليا باش تنطلق مقابله الاسبيرونس والسيابي. فلاش بورس تمام، مواصلين في فير بلاي حتى المطار.